السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء لغات مع حلقة جديدة وبرنامجنا مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة حلقة مميزة جدا، لأن احنا نعتبر إن احنا هنتكلم عن نوع جديد من الفيزياء أو الكوانتم فيزيكس. إيه موضوع الكوانتم فيزيكس باختصار؟ مش عايزين نطول فيه. هنتكلم إن احنا كل اللي درسناه في بداية حياتنا لغاية دلوقتي، القوانين سواء نيوتن لوز نيوتن جرافيتيشنال لو عندي، سواء بقى ارشميدس، سواء اللي درسناه في اومز لو او اومز لو فور ذا كلوز سيركت، كل القوانين دي بنقول عليها ذا كلاسيكال فيزيكس. الفيزياء العاديه او الفيزياء التقليديه تراديشنال فيزيكس ات كان اكسبلين اول ذا فينومينا ويتش كان بي اوبزيرفد ان اور ديلي لايف، بتقدر تفسر كل حاجه في حياتنا العاديه. بس لما جم يطبقوا الفيزياء دي في السيستمز الصغيره جدا وبالذات الاتوميك والسب اتوميك ليفلز، لقوا ان قوانين الفيزياء دي تكاد تكون مش مناسبه لتفسير ظواهر معينه، وبالذات قلنا كل ما الليفل بتاع الاستادينج يقل، كل ما ندرس حاجه كان نوت بي اوبزيرفد ان اور ديلي لايف. فابتدوا يحطوا قوانين جديده ويعملوا تعديلات على الكلاسيكال فيزيكس ويفكروا بطريقة جديدة تتناسب مع الأفكار الجديدة أو الاكتشافات الجديدة. فظهر حاجة اسمها المودرن فيزيكس. المودرن فيزيكس بتتكلم بشكل عام عن ثلاث حاجات. أول حاجة it is used to study things أو phenomena that cannot be observed in our daily life، بالذات في الأتوميك والسب أتوميك ليفل. برضه بتدرس الكيميكال رياكشن، بس مش الكيميكال رياكشن العادي، لا، among molecules with each other. بتبتدي تدرس التفاعلات الكيميائية بس ما بين المولكيولز، بنصغر بنصغر ونشوف ازاي المولكيولز بيعملوا تفاعلات مع بعض. طب احنا ايه اللي هندرسه؟ هنبتدي نتكلم عن شوية ظواهر وهنشوف الظواهر دي ازاي كلاسيكال فيزيكس فشلت فيها والمودرن فيزيكس نجحت في وصفها. اول خلاف النهارده هنتكلم عنه هو الويف ناتشر اند ذا بارتيكل ناتشر. الكلاسيكال فيزيكس كانت شايفه ان الويفز هي عباره عن انرجي تختلف عن البارتيكلز، تختلف عن البارتيكلز ان هي انرجي، بالتالي هي ملهاش ماس، بالتالي ملهاش لينير مومنتم، بالتالي ملهاش كاينتيك انرجي. فلو حصل لها كوليجن مع اني ماتيريال ويل نوت اكت باي فورس اون ات. اما البارتيكل ده عباره عن زي ما بنقول عباره عن بارتيكل ليه ماس معين، نقدر نتخيل الشيب بتاعه ليه لينير مومنتم، لو اصطدم بحاجه هياثر عليها بفورس. فاحنا النهارده دي كان رؤيه الكلاسيك ان الويف شيء والبارتيكل شيء تاني. ايه اللي هيحصل بقى في الظواهر دي؟ تعالوا نتكلم عنها، وهنتكلم عن اول ظاهره هي البلاك بادي راديشن. ايه البلاك بادي راديشن؟ ابتدت الحكايه ان الساينتست بلانك ابتدى يدور او يدرس الجلوينج بوديز. مين هما الجلوينج بوديز؟ اني بودي ويتش راديت لايت اند هيت، اي جسم بيشع ضوء وحراره، زي اللام، زي الصن، زي بيس اوف كول، زي حته فحمه، يبقى دول بنقول عليهم الجلوينج بوديز ذات ايميت لايت ايميت لايت اند هيت انرجي، دول بنقول عليهم الجلوينج بوديز. بلانك عمل كيرف سماه بلانك ديستريبيوشن كيرف. بلانك ديستريبيوشن كيرف ده ستادي ايه؟ The intensity of the different wavelengths which is emitted from different glowing bodies. وده اللي هنتكلم عنه النهارده، أول ظاهرة اسمها ظاهرة البلاك بادي. تعالوا نشوف مع بلانك اكتشف ايه. بلانك ابتدى يرسم كيرف سماه بلانك ديستريبيوشن كيرف. بلانك ديستريبيوشن كيرف ده عبارة عن كيرف بيدرس الديفرنت wavelengths and their intensity which are emitted from glowing bodies. وراح ابتدى يقسمها لرينجز زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دي منطقه الراديشن which has high wavelengths اللي هي بنقول عليها الانفراريد والمايكروويف والراديو ويف، ودي في منطقه الفيزيبل سبيكترم، ودي منطقه الالترا فايلوت والاكس ريز والراديشن اللي عندها هاي wavelengths. وده سميناه بلانكس ديستريبيوشن كيرف.
ايه بلانك ديستريبيوشن كيرف؟ ده باختصار ده كيرف which represent the relation between the different wavelengths and the intensity of the different wavelengths. فابتدى يدرس الراديشن اللي بتطلع من glowing bodies. لاحظ حاجة غريبة جدا اعزائي الطلاب، لاحظ ان glowing bodies emit light and heat. الاجسام الجلوينج دول بيطلعوا ضوء وحرارة. ممتاز جدا، مفيش اي مشاكل. طيب لاحظ ان اللايت او the color of the light which is emitted from the different bodies دول is different. لاحظ ان الراديشن او color of the light، لون الضوء اللي بيطلع من glowing bodies دي مختلف، يعني لون الضوء اللي طلع من الشمس غير لون الضوء اللي طلع من اللامب وهكذا. طب ليه، ايه سبب الكلام ده؟ قال لك عشان الجلوينج بوديز ايميت ويف لينسز ويز ديفرنت انتنسيتي او نوت ايكوالي. عشان الاجسام دي لما بتطلع الويف لينسز بتطلعها بانتنسيتي مختلفه. ازاي مثلا؟ تعالوا نشوف مثال زي الصن عندي. لما جه يدرس الراديشن اللي جايه من الصن لقى ان الكيرف بتاع الصن عامل كده بالشكل ده. ده الكيرف الخاص بالصن. طب ايه اللي لاحظوا اعزائي الطلاب؟ الصن درجة حرارتها 6000 كيلفن او السيرفيس بتاعها، درجة حرارة السطح بتاعها، لقى ان الصن بتطلع شوية الترا فايلوت ريز، شوية انفراريد ريز، وشوية فيزابل سبيكترم من اول الريد كولر او الريد لايت لغاية الفايلوت لايت زي ما احنا شايفين. بس هل بتطلع كل الويف لينسز اللي في الفيزابل سبيكترم ايكوالي وذ سيم انتنسيتي؟ لقينا لا، ان في ويف لينس معين بنسميه الماكسيمم ويف لينس او البيك اوف ذا كيرف، بيطلع بانتنسيتي عاليه جدا اللي هو تقريبا ناحيه الاورنج او اليلو كولر. عشان كده ضوء الشمس بيميل للاورنج لانه بيطلع الويف لينسز كلها، بس اعلى ويف لينس في الانتنسيتي هو الويف لينس ده اللي هو ما بين الريد والفايلوت تقريبا الاورنج كولر، عشان كده لونها بيميل للشكل ده. لما حب يرسم الكيرفز لاجسام تانية زي مثلا لامب، لقى ان الكيرف ده بيتكرر في اللامب بس بالشكل ده. ده بالنسبة لللامب، لقى برضو طلع على شكل كيرف واخد نفس الشكل او زي ما بنقول عليه البيل شيب، شكل الجرس اللي هي درجة حرارتها 3000 كلفن. طب من الكيرف ده لاحظنا حاجتين، ايه الحاجتين اللي احنا لاحظناهم؟ احنا رسمنا الكيرف زي ما احنا شايفينه، لاحظنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجة لاحظناها ان الانتنسيتي تندس تو زيرو، الانتنسيتي اوف راديشن تندس تو زيرو وين ذا ويف لينث تندس تو زيرو اور ماكسيمم او انفينيتي. كده صح وكده صح لو قلناها. يبقى دي اول حاجه لاحظناها من الكيرف، ان الانتنسيتي اوف ذا راديشن تندس تو زيرو وين ذا ويف لينث تندس تو زيرو او ماكسيمم، وده لكل الاجسام. يعني لو بصينا للشمس لما نروح ناحيه الويف لينث، لما الويف لينث يروح ناحيه زيرو بنلاقي الشده قلت، ولما نروح ناحيه الويف لينثز العاليه برضه بنلاقي الانتنسيتي قلت. يبقى الانتنسيتي بتبقى بزيرو، الانتنسيتي تاني بتبقى بزيرو لو الويف لينث زاد او لو الويف لينث قل. if the wavelength tends to zero or infinity the intensity of radiation tends to zero. يعني بنبص اهو وانت رايح ناحيه اليمين تلاقي الانتنسيتي راحت للزيرو، وانت رايح ناحيه الشمال ناحيه الويف لينثز القليله الانتنسيتي برضه نزلت للايه؟ للزيرو. وده اللي صنع لنا البيل شيب ده، صنع شكل البيل شيب زي ما احنا بنقول كده، ان الانتنسيتي ناحيه الويف لينثز اللي على اليمين بتقل وناحيه الويف لينثز اللي على الشمال بتقل. ده أول حاجة بلانكس لاحظها في الكيرف بتاعه. تاني حاجة لاحظها إيه بقى؟ تعالى نكتبها ودي مهمة جدا. دي بنقول عليها فينز رول. إيه فينز رول دي؟ تعالى نبص كده مع بعض أعزائي الطلاب، تعالى نشوف. تعالوا نرسم الكيرف تاني. وهنقول ده فينز رول. تعالى نرسمها كده مع بعض. لو افترضنا ده الويف لينسز وهنا الانتنستي.
وقلنا هنا المنطقه بتاعت الفيزابل سبيكترم، وهنا المنطقه بتاعت الانفراريد، وهنا المنطقه بتاعت الالترا فايولت وغيرها بقى والاكس راي. قلنا لو عايزين نرسم الكيرف بتاع الصن هيبقى عامل كده، ادي الصن اهي، وادي الماكسيمم ويف لينث بتاعها. طب لو عايزين نرسمه اللامب هنبص نلاقي الكيرف بتاع اللامب بالشكل ده عامل كده. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، ان التمبريتشر بتاعت الصن اكبر من التمبريتشر بتاعت اللامب. طبعا دي 6000 كلفن السيرفيس بس، ودي 300 كلفن. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، هنلاحظ ان كل ما التمبريتشر تقل الويف لينث اوف ذا ماكسيمم او ذا ماكسيمم ويف لينث هيحصل له ايه لو التمبريتشر زادت؟ ديكريس. يعني مثلا درجة حرارة الصن اكبر من درجة حرارة اللامب. هنبص نلاقي ايه؟ ان الماكسيمم ويف لينث اوف ذا صن از ليس ذان ذا ماكسيمم ويف لينث اوف ذا لامب، زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني بصوا الماكسيمم ويف لينث بتاع الصن فين؟ هنا. فين الماكسيمم ويف لينث بتاع اللامب؟ هنا. فهنلاقي لما الشمس درجة حرارة الشمس بما انها اكبر، نلاقي الويف لينث بتاعها في منطقة الفيزيبل سبيكترم، اما اللامب راحت ناحية الويف لينثز العالية. يبقى كل ما التمبريتشر بتزيد الماكسيمم ويف لينث بيقل، ونلاقي الكيرف راح ناحية الشمال. يعني لو انا لقيت نجمة درجة حرارتها اعلى من الشمس، الكيرف بتاعها هيروح هناك، هيروح ناحية الشمال. طب لو الجسم درجة حرارته قليلة هيروح ناحية اليمين، وده اللي قاله لي ساينتست اسمه فينز. قال لك ايه فينز رول؟ فينز لما جه يتكلم قال لي ذا ماكسيمم ويف لينث او ذا ويف لينث اوف ذا بيك ماله؟ از انفيرسلي بروبورشنال with temperature of the body of the glowing body. لاحظ ان كل ما، وده فينز رول مهم جدا، لاحظ ان الماكسيمم ويف لينث بيبقى inversely proportional with the temperature. وشرحناها على الرسمه، الشمس درجه حرارتها اقل من اعلى من اللام، فنبص نلاقي الويف لينث بتاعها قليل في منطقه الفيزيبل سبيكترم، وبنتكلم على الماكسيمم ويف لينث في الانتنسيتي. اما اللام هنلاقي ان الماكسيمم ويف لينث في منطقه الانفراريد. وقلنا لو لقينا جسم اسخن من الشمس هيروح ناحيه الشمال، طب لو جسم ابرد هيروح ناحيه اليمين، وليكن مثلا الايرث. هل اكتشف بعد كده بلانك حاجه مهمه جدا، ان الكيرف ده مش للجلوينج بوديز بس، حتى الدارك بوديز لايك ذا ايرث عندها كيرف زي ده. طب ازاي؟ هنلاقي ان الكيرف بتاع الارض بيبقى عامل كده وراح ناحيه اليمين لان درجه حرارتها قليله جدا. شايفين؟ يبقى كل ما الجسم يبرد كل ما الكيرف يروح ناحيه اليمين، ناحيه الويف لينثز الطويله اللي هي مش مؤذيه. كل ما الجسم درجة حرارته تزيد يبتدي الكيرف بتاعه يروح ناحية الشمال. يعني الماكسيمم ويف لينث انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا تمبريتشر. عشان كده سؤال بيجي لي مهم جدا، بيقول لي ذا راديشن ويتش كامز فروم ذا ايرث كان نوت بي سين، وجه في امتحان قبل كده، ليه الأشعة اللي بتيجي من الأرض ما نقدرش نشوفها؟ لأنها بتطلع في منطقة الانفرا ريد رينج. عشان ذا ماكسيمم أو ذا ويف لينثز ويتش ار اميتد فروم ذا ايرث are found in the infrared range. مش بس الايرث بس، اي دارك بودي. يبقى احنا من كيرف بلانك اكتشفنا حاجتين، ان as the wavelength tends to zero او tends to infinity، كل ما الويف لينث يتجه ناحيه الزيرو او يتجه ناحيه الانفينيتي بنلاقي الانتنستي قلت. عشان كده الكيرف من ناحيتين راح نزل كده، الانتنستي بتبتدي تقل. ادي اول حاجه لاحظناها. تاني حاجه لاحظناها ان ذا ماكسيمم ويف لينث ان انتنسيتي ايميتد باي ذا بودي از انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا تمبريتشر اوف ذا بودي، بتبقى انفيرسلي بروبورشنال مع التمبريتشر. يعني ايه؟ يعني كل ما الجسم التمبريتشر بتاعته تزيد كل ما الماكسيمم ويف لينث ان انتنسيتي بيقل. واخدنا مثال ناحيه الشمس وقلنا يبقى الكيرف يتجه ناحيه
الشمال. في اتنين جبريزم مهمين جدا اكدنا عليهم، ليه الكالر اوف اول ذا جلوينج بوديز ار نوت ذا سيم، ليه الضوء اللي بيطلع من الاجسام الجلوينج المنوره دي ما بيبقاش شبه بعضه؟ قلنا عشان ذي اميتد ديفرنت ويف لينسز ويز ديفرنت انتنستي، بيطلعوا الويف لينسز بشده مختلفه. تاني سؤال، ليه الراديشن اللي بتطلع من الارض او اي دارك بادي اللي هو البادي اللي هو التمبريتشر بتاعته قليله جدا ما بنقدرش نشوفها؟ لانها دايما بيبقى الجسم ده بارد، فبتبتدي الويف لينسز تميل ناحيه الانفراريد اللي هي الراديشن اللي ما بتتشافش. قلنا مش الارض بس، حتى احنا نعتبر دارك باديز، ونقدر نقول بما اننا دارك باديز كل الراديشن اللي بتطلع منا بتطلع في منطقه الانفراريد راديشن. دي بلانك ديستريبيوشن كيرف، هو ده كيرف بلانك. المشكله بقى فين؟ المشكله في البيل شيب. احنا قلنا هندرس شويه ظواهر، هنشوف ازاي الكلاسيكال رفضتها والمودرن فيزيكس قدرت تثبتها او تتكلم عنها. تعالوا ناخد نفس الكيرف ده ونشوف الخناقه ابتدت فين او المشكله ابتدت فين. تعالوا نبص مع بعض كده، ادي شكل الكيرف، شكل الكيرف عامل كده. بتاع السن مثلا، ناخد الكيرف بتاع السن كمثال، ده الفيزابل سبيكترم، ده الانفراريد والمايكروويفز والالترا فايلوت، ودي الويف لينسز والانتنستي. تعالى نمشي مع بعض نقسم الكيرف حتتين، قسمناه من عند البيك كده. لو انت ماشي كده هنلاحظ ان انا وانا ماشي كده الويف لينس بيزيد، فطبيعي الفريكوانسي تقل لان الفريكوانسي انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا ويف لينس، فمن الطبيعي ان الانرجي تبتدي تقل. فاذا من الطبيعي ان انا ابص الاقي ايه؟ من الطبيعي الاقي ان الانتنستي قلت. خلاص احنا الكيرف ده ككلاسيكال موافقين عليه، لكن لو انت ماشي الناحيه الثانيه الويف لينس بيبتدي يقل، اذا الفريكوانسي بتزيد، اذا الانرجي بتزيد، اذا الانتنستي مفروض تزيد، لكن لقوا ان الويف لينس قل. نقولها تاني ونشوف راي الكلاسيكال وراي المودرن، يلا نوضحها بشكل اجمل وابسط، نشوف المشكله ابتدت فين. ادي الكيرف اهو زي ما احنا قلنا بيبقى عامل كده، وقلنا قسمنا الكيرف ناحيتين، قلنا وانت ماشي كده لو افترضنا ان ده الويف لينس والانتنستي، فالجزء ده الكلاسيكال موافق عليه، كلاسيكال فيزيكس وافقت عليه، قال لك وانت ماشي كده الويف لينس بيزيد فالفريكوانسي بتقل فالانرجي بتقل فالانتنستي طبيعي تقل. طبيعي ان انا الكيرف الاقي الانتنستي راح تقل كده، فالكلاسيكال قالت لك الجزء ده صح، وده كان رأي كلاسيكال فيزيكس، كان رأيها الكيرف الأحمر إن الكيرف يطلع على شكل inversely proportional. لكن وأنت ماشي كده الويف لينس بيبتدي يقل فالفريكونسي مفروض بتزيد، فالإنرجي بتاعت اللايت بتبتدي تزيد هي التانية، فالإنتنستي مفروض تزيد، بصوا لقوها إيه؟ بتقل. يعني حسب كلام المودرن فيزيكس ان الانتنستي مع الويف لينسز مره بتبقى دايركت وفي الكيرف التاني بتبقى ايه؟ انفيرسلي. اما الكلاسيكال فيزيكس رايها ان العلاقه على طول تفضل انفيرسلي، يعني شايف الكيرف لو انت عايز ترسمه يبقى بالشكل ده، بالشكل ده انفيرسلي ريليشن كده، لكن انت هنا حابه دايركت وحابه انفيرسلي، وكانت شايفه ان الانتنستي بتاعت الراديشن بتعتمد على الفريكوانسي بتاع اللايت، لغايه ما جه بلانك ابتدى يفسر الكيرف بتاعه. قال حاجه رهيبه جدا غيرت معالم الفيزياء في الفتره دي. احنا قلنا ايام بلانك العلماء كانوا شايفين ان الويف النقيض بتاعها البارتكل، كانوا شايفين ان الويف ده انرجي ملهاش ماس، ما تأثرش على جسم بفورس، وشايفين البارتكل هو حاجة عكسها، حاجة ليها ماس
ليها انرجي، ليها فورس، ليها كاينتيك انرجي، ليها لينير مومنتم، فبالتالي حاجه زي ما بنقول محسوسه تقدر تاثر في الجسم لو خبطت فيه، لغايه ما جه بلانك ربط ما بين الاثنين وقال ويف بارتكل دويل بروبرتي، الصفه المشتركه ما بين الويف والبارتكل. قال حاجه غريبه جدا، قال الراديشن بشكل عام او الويفز بشكل عام زي او الالكتروماجنتيك ويفز بالاخص اللي هي اللايت والالترا فايولوت والانفراريد والجاما والاكس راي والراديو ويفز والمايكرويفز، قال ان كل الراديشنز دي ار ميد اوف باكيتس اوف انرجي كولد فوتونز. سجل معايا الحته دي، تعال نشوف بلانك قال ايه، يلا ركز معايا. قال ذا راديشن از ميد of packets of energy called photons or quantum. قال لك ان الانرجي دي بتتكون من بارتكل صغيره اسمها فوتونز، اذا حتى الويف بتتكون من بارتكلز، وده اللي كان رافضاه الكلاسيكال فيزيكس. يبقى قال لي ايه، ذا ويف از ميد اوف او ذا ويفز او ذا الكتروماجنتيك ويفز ار ميد اوف بارتكلز كولد photons or packets of energy called photons or quantum. The energy of the photon is direct proportional with its frequency. الانرجي بتاعت الفوتون دي زيها زي الراديشن، direct proportional with its frequency، يعني كل ما الفريكونسي بتاعت الفوتون عاليه الانرجي بتاعته عاليه. ثلاثه، the atom doesn't emit photons as long as it remains in the same energy level. الاتوم مش هتطلع لي فوتون طول ما هي ثابته في نفس الانرجي ليفل، او مش هتطلع لي انرجي طول ما هي ثابته في نفس الانرجي ليفل. The atom emits radiation in case of vibrating atoms only. يعني الاتوم دي مش هتطلع راديشن غير لو كانت في حاله فايبريشن، فايبريشن اللي هي اكسايتيشن وريلاكسيشن. If the atom emits photon, the energy of the photon will be the difference between the two energy levels. واخر حاجه قالها لي ودي اهم حاجه، قال لي ان باي increasing ذا frequency اوف ذا photons their energy increase but their number decrease. لما زود الفريكوانسي بتاع الفوتون طاقه الفوتون الواحد بتعلى لكن عددهم بتبقى اقل. يبقى قال لي باي increasing the frequency of the photons their energy increase، لكن عدد الفوتونز دول بيبتدي يقل. يبقى تعالوا نتكلم نشوف بلانكس قال لي ايه، تعالوا نشوف كده مع بعض ونكتب بلانكس قال لي ايه. بلانكس assumption قال لي ايه، افتراضات بلانك. اول حاجة قالها لي ان الالكترومغنيتيك ويفز او الانرجي از ميد اوف كوانتيتي اور باكيتس اوف انرجي كولد فوتونز. يبقى الويف او ذا انرجي از ميد اوف باكيتس اوف انرجي كولد فوتونز اور كوانتم. تاني حاجه قالها لي ان الفريكوانسي اوف فوتون از دايركت بروبورشنال ويز اتس انرجي، وراح كاتب لي ريليشن، قال لي يا مستر الانرجي بتاعت الفوتون الواحد بتساوي بلانكس كونستانت تايمز ذا فريكوانسي اوف ذا فوتون. ايه بلانكس كونستانت؟ ده كونستانت نمبر حسبه الاب 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 جول بير هرتز، دي اليونت طبعا. قال لي ان الفريكوانسي اوف ذا فوتون از دايركت بروبورشنال ويز اتس انرجي، وجاب لي قانون احسب بيه الانرجي بتاعت الفوتون. تالت حاجة قالها لي، قال لي ان الاتوم doesn't emit photon، الاتوم دي مش هتطلع emit photons او energy بشكل عام، الاتوم دي مش هتطلع energy او photons as long as it remains in سيم انرجي ليفل، مش هتطلع فوتون طول ما هي في نفس السيم انرجي ليفل.
دي كده بوينت 3، يبقى الويف او ذا انرجي از ميد اوف باكيتس اوف انرجي كولد فوتونز، الفريكونسي اوف ذا فوتون از دايركت بروبورشنال ويتس انرجي، وقال لي الانرجي ممكن احسبها اتش في الفريكونسي، قال لي الاتومز مش هتطلع فوتونز طالما هي في نفس الانرجي ليفل او في الجراوند ليفل، لازم يحصل لها اكزيتيشن وريلاكسيشن. وراح كتب لي ثلاث نقط تانيين، تعال نشوفهم مع بعض. كتب لي بعد كده ان الفايبريتنج اتومز ايميت فوتون، الفايبريتنج اتومز بس هما اللي يقدروا يعملوا ايميت للفوتونز، الفايبريتنج مينز اكسايتد اند ريلاكسد اتوم، هما بس اللي يقدروا يطلعوا لي فوتونز. خامس نقطة واهم نقطة دي هنقول باي انكريسنج الفريكونسي اوف فوتونز، لو انت زودت لي الفريكونسي اوف فوتونز ذا انرجي اوف ذا فوتون انكريسز، لو انا زودت الفريكونسي الانرجي هتزيد، لكن ذا نمبر اوف فوتونز عدد الفوتونز دي لا هيقل. وناخد بالنا ذا انرجي اوف فوتون ديكريسز، ودي اهم حاجه خد بالك منها، ان انا لو زودت الفريكونسي الانرجي هتزيد بتاعت الفوتون الواحد لكن عددهم هيقل، واحنا عارفين التوتال انرجي بقى هنا مش فوتون واحد، هتبقى النمبر اوف فوتونز اتش فريكونسي. وقال لي نقطتين تانيين، قال لي ذا انرجي اوف ذا فوتون از نوت كونتينيوس، الانرجي بتاعت الفوتون دي مش مستمره، ات از كوانتايزد انتو انرجي ليفل، ان الانرجي بتاعت الفوتون دي مش انرجي مستمره، دي كوانتايزد انتو انرجي ليفلز او سيرتين فاليوز، وان الانرجي اوف ذا فوتون از ذا ديفرنس بتوين ذا انرجي اوف ذا تو ليفلز، الانرجي بتاعت الفوتون هتبقى الفرق ما بين التو انرجي ليفلز اللي منهم الالكترون نزل، ده اللي احنا خدناه في الريلاكسيشن قبل كده. يبقى هنقول الانرجي اوف ذا فوتون از نوت كوانتايزد از نوت كونتينوس بات كوانتايزد، وان الانرجي اوف ذا فوتون از ذا ديفرنس بتوين ذا انرجي اوف ذا تو ليفلز. طب فسر بلانك ديستريبيوشن كيرف ازاي؟ تعالى بقى نشوفها كده مع بعض. احنا عارفين ان الانتنسيتي بتعتمد على حاجتين اهو، حسب كلام الكلاسيكال فيزيكس، تعالى نشوفها كده، ادي الكيرف اهو، حسب كلام الكلاسيكال فيزيكس كانت شايفه حاجه رهيبه جدا، كانت شايفه ان الانتنسيتي ديبند، ان الانتنسيتي دي بتعتمد على اون فريكوانسي، كانت شايفه ان الانتنسيتي بتاعت الويفز بتعتمد على الفريكوانسي بتاعت السورس اوف لايت. لكن حسب كلام المودرن بعد ما اتاكدنا ان الضوء ده بيتكون من فوتونز، الانتنسيتي دي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد اول حاجه على الفريكوانسي اوف ذا لايت سورس، وبتعتمد على النمبر اوف فوتونز اوف فوتونز، مش بتعتمد على الفريكوانسي بتاعتهم بس وعددهم. كلام جميل. طب حلوه جدا، تعالوا نقسم الكيرف ونشوف ازاي بلانك فسره. تعالى نسمع كلام بلانك، والكلام فعلا كان نقله في الوقت ده، لانه قدر يثبت ان الويف ليها بارتكل بروبرتي اولسو، يعني ما هياش ويف بس. قال لك وانت ماشي كده الويف لينث بيقل، الويف لينث معلش بيزيد، اذا الفريكوانسي بتقل، واحنا عارفين ان الانرجي بتساوي النمبر اوف فوتونز اتش في الفريكوانسي، فبما انك بتقول لي الفريكوانسي بتقل يبقى التوتال انرجي لازم تقل. طب نفسرها بشكل بسيط جدا، شخص حصل معاه مشكله رايح واخد افراد كتير بس قوه الواحد فيهم قليله، اذا القوه اللي معاه كلها هتبقى قليله، هم عددهم كتير، ما احنا قلنا لو الفريكوانسي قلد العدد يزيد، بس هم قوتهم ضعيفه، قوه الفوتون الواحد ضعيفه لان الفريكوانسي بتاعته ضعيفه، حتى لو عددهم كبير يبقى التوتال فورس التوتال انرجي هتقل. تعال نمشي الناحيه الثانيه بالعكس،
اهي نفس القانون، وانت ماشي كده الويف لينس بيقل، اذا الفريكوانسي بتزيد، يعني انت واخد معاك اشخاص اقوياء، يعني المفروض التوتال انرجي عاليه جدا. هقول لك لا، مع عددهم قليل جدا، مش احنا قلنا لو الفريكوانسي زادت العدد هيقل، فالتوتال انرجي هتقل، كانك واخد اشخاص اقوياء بس عددهم قليل، فالطاقه اللي معاك برضو تعتبر قليله، يبقى الناحيتين عكس بعض. يبقى انا لو زادت الفريكوانسي طاقه الفوتون الواحد هتزيد، لكن عدد الفوتونز هيقل، فالطاقه كلها هتقل. دي الانرجي بتاعت الفوتون الواحد، لكن دي التوتال انرجي. احنا قلنا واحنا ماشيين كده الفريكوانسي بتقل فالطاقه الكليه قلت، هنا الفريكوانسي زادت بس العدد قل فالانرجي الكليه قلت. انت هنا رايح بافراد ضعاف وعددهم كتير فطاقتك الكليه ضعيفه، هنا رايح بافراد قوتهم عاليه بس عددهم قليل، فاذا الطاقه الكليه بتاعتك ضعيفه. يبقى الفريكوانس المودرن فيزيكس بتعتمد، او الراي المودرن فيزيكس، ان الانتنستي بتاعت الراديشن بتعتمد على حاجتين، الفريكوانسي والنمبر اوف فوتونز. الكلاسيكال فيزيكس طبعا كانت شايفه ان مفيش حاجه اسمها فوتونز اصلا، احنا بنتكلم على ويف اذا مفيش بارتكل بروبرتي، وده تفسير المودرن فيزيكس لل البلانكس ديستريبيوشن كيرف. الظاهره اللي احنا اتكلمنا عنها دي اكتشفنا ان الجلوينج بوديز بيطلعوا راديشن والدارك بوديز برضو بيطلعوا راديشن، بس التمبريتشر انفيرسلي بروبورشنال مع الويف لينس، يعني كل ما الجسم يبقى دارك الراديشن بتاعته هتبقى في الويف لينسز العاليه اللي مش مضره اللي هي الانفراريد. طيب احنا الظاهره دي اسمها بلاك بودي راديشن، لان احنا هنا بندرس البلاك بودي، طالما هتعمل تجارب على الانتنستي اوف ذا راديشن اميتد فروم ا بودي لازم اختار جسم بيرفكت. مين الجسم البيرفكت ده؟ هو البلاك بودي. البلاك بودي از ا بودي ويتش ابزورب اول ذا راديشن ويتش فولز اون ات، سو هي از ا جود ابزوربر اند هي ري ايميت ذيس راديشن اجين، سو هي از ا بيرفكت ايميتور. هو بيمتص كل الاشعه اللي بتنزل عليه وبيرجع يرجعها تاني، يبقى احنا عشان كده سمينا الظاهره دي ذا بلاك بودي راديشن. وشبهوه بالكيف اللي لما بتدخل فيه الضوء بيفضل حابسها، والكيف يبان قصادك دارك بلاك وبعد شويه يقعد يحصل ليها انعكاسات لغايه ما يخرجها تاني. يبقى مين هو البلاك بادي؟ دي حته مهمه جدا. هي از ا بادي ويتش ابزورب اول ذا راديشن ويتش فولز ان ات، سو از جود ابزوربر اند هي ري ايميت ذيم اجين، سو از ا بيرفكت ايميتور. طب حلو جدا لغايه دلوقتي كويس. طب احنا عرفنا ان حتى الدارك بادز ليهم كيرف في بلانك ديستريبيوشن كيرف، ده واخد ناس شكل البيل شيب. طيب احنا استفدنا من كده ايه؟ هنقدر نقول ان في اكويبمنتس اند ساتلايتس which is used to photographing the different radiation which comes from the earth. ابتدوا العلماء يحطوا ساتلايتس ويحطوا اكويبمنتس كتير وايربورنز يصوروا الراديشن اللي طالعه من الارض، سواء الراديشن دي كانت انفراريد راديشن او ريفليكتد فيزابل لايت او مايكروويفز، مهما يكن نوع الويفز اللي بتطلع من الارض ابتدوا يصوروها. طب دي فادتهم في ايه؟ دي ظاهره اسمها الثيرمال فوتوغرافينج او الريموت سينسينج، ات هيلب ذا ساينتست تو سيرش فور ذا ايرث ريسورسز، خلت العلماء يقدروا يدوروا عن الثروات اللي موجوده جوه باطن الارض زي البترول like the underground water and different minerals and metals. فبالتالي الظاهره دي اسمها thermal photographing او remote sensing، الاستشعار عن بعد. وقلنا برضو من اهم الاسئله اللي بيسالها لي بيسالني عن حاجه اسمها المايكروويفز. المايكروويفز used in the radar، ده سؤال مهم جدا. لو قال لي write one application for the microwave هقول له رادار. طب write one application for the remote sensing phenomena searching for the earth resources، ان انا بدور على ثروات الارض. برضو احنا كهيومنز بنطلع راديشن برضو، لان درجه حرارتنا قليله فالراديشن بتاعتنا بتروح ناحيه الانفراريد، بنطلع الراديشن بتاعتنا على شكل هيت انرجي اللي هي الانفراريد، الاشعه تحت حمراء دي، الاشعه اللي هي معلش الفوق حمراء او الاشعه اللي هي الانفراريد. فبالتالي دي هتفيد العلماء في ايه؟ بتفيدهم في حاجات كتير، منها الميديكال يوزز لايك توموجرافي
او ان انا اصور الجسم سيرشنج فور تيومرز او الاورام والامبريولوجي علم الاجنه، وبنستخدمها في الميلاتري يوزز زي النايت فيجن، بستخدمها في الاستخدامات العسكريه زي الرؤيه الليليه ان انا بشوف الجسم عن طريق الحراره اللي بيطلعها من جسمه، والكريمينولوجي علم الجريمه، علم الجريمه ان انا اقدر اشوف بصمات الشخص او اي جسم بيطلع مننا هيت انرجي، فبالتالي بيسيب بصمه حراريه ليه على المكان نقدر نوصل لها بعد فتره من مغادرته للمكان ده. يبقى في الفوتوغرافينج بقى بتاع الهيومن نودز ايرث بنستخدمها في ميديكال يوزز لايك توموجرافي اند امبريولوجي، وبنستخدمها في الكريمينولوجي وميلاتري يوزز لايك نايت فيجن. ودي اول ظاهره فشلت الكلاسيكال فيزيكس في توصيفها، وقدرت المودرن فيزيكس توصفها، وشفنا قد ايه المودرن فيزيكس طلعت فكره جديده ما كناش نعرفها، ان هي قدرت تربط ما بين الويف والبارتيكل، وقالت لك ان الويف اذا ويف بات ات هاف او بات ات هاز بارتيكل بروبرتي، ليها صفات البارتيكل، وبتتكون من فوتون، ونقدر نقول ان الفوتون ده سفير جسمه على شكل كوره ليه ريديوس معين اللي هو الويف لينس بتاعه، وليه ماس معين، وبالتالي لو خبط في جسم هيأثر عليه بفورس معينه حتى لو كانت صغيره جدا. من الظواهر الثانيه اللي فشلت فيها الكلاسيكال فيزيكس هي ظاهره الثيرمو ايونيك افكت اند ذا فوتو الكتريك افكت. تعالوا نتكلم عنهم. ايه هي الثيرمو ايونيك افكت والفوتو الكتريك افكت؟ زمان في اول محاضراتنا اتكلمنا عن الماتيريالز اللي بتوصل كهرباء، قلنا هم نوعين كوندكتورز وانسليتورز. طب لو فاكرين ليه الكوندكتورز بيوصلوا كهرباء والانسليتورز لا؟ بشكل بسيط جدا الكوندكتورز عندهم حاجه اسمها فري الكترونز. ايه الفري الكترونز؟ نقدر نقول دول نوع من انواع الفالنسي الكترون اللي هي الكترونز في الاوتر انرجي ليفلز، وهم حرين ان هم يتحركوا. بس هل هم حرين ان هم يتحركوا بشكل عام ولا حرين يتحركوا جوه الكريستال؟ لا، هم حرين يتحركوا بس ما يقدروش يطلعوا بره الكوندكتور ذات نفسه، ما يقدروش يطلعوا بره السلك او بره المعدن اللي احنا بنستخدمه. هم حرين يتحركوا جوه الكريستال ذات نفسها، جوه المعدن زي جوه الكوندكتور، لكن ما يقدروش يسيبوه. ليه؟ عشان حاجه اسمها سيرفيس بوتنشال بارير. يعني لو تخيلنا ان انا في كوندكتور بالشكل ده، الالكترونز اللي جواه فري انها تتحرك جواه لكن ما تقدرش تطلع براه. ليه ما تقدرش تطلع براه؟ عشان في حاجه اسمها السيرفيس بوتنشال بارير. ايه السيرفيس بوتنشال بارير؟ السيرفيس بوتنشال بارير هو اتراكشن attraction force between positive ions in the conductor and the free electron. هو عبارة عن attraction force ما بين البوستيف ايون والفري الكترونز اللي جوه الكوندكتور ذات نفسها. هي دي السيرفيس بوتنشال بارير، ان الالكترونز دي مرتبطين ببوزيتيف ايونز جوه الكوندكتور فما يقدروش يخرجوا بره. يبقى هي دي السيرفيس بوتنشال بارير، هي قوه بتربط الالكترونز بتخليه قاعد جوه الكوندكتور بس ما يقدرش يسيبه. طب هل احنا ممكن نخليه يسيب الكوندكتور ويطلع منه؟ اكيد طبعا، لو انا قدرت اديله انرجي معينه، الانرجي دي اسمها ذا ورك فانكشن. يبقى الورك فانكشن هي الانرجي ريكوايرد to liberate electron from the metal surface، او هنقول the minimum energy required to liberate the electron from the metal surface. قيمتها كام؟ بتختلف من معدن للتاني. طب الانرجي دي هياخدها منين الكوندكتور ده؟ عندي طريقتين، لا اما اديله thermal energy وساعتها بسمي الظاهره دي thermo ionic effect، لا اما هديله light energy وساعتها هسمي الظاهره دي فوتو الكتريك افكت. يعني ايه ثيرمو ايونيك افكت؟ ات مينز ذات وي كان ليبريت الكترون فروم ا ميتال سيرفيس باي يوزنج هيت انرجي. طب ايه الفوتو الكتريك افكت؟ ليبريت الكترون فروم ذا كوندكتور باي يوزنج لايت انرجي. ده اللي احنا اتكلمنا
عليه وهنتكلم عنه بإذن الله المحاضرات القادمة. أعزائي الطلاب، المودرن فيزيكس من الحاجات اللي أنا بستمتع بشرحها، فيها فهم كتير، فيها أبليكيشن كتير في حياتنا. أن تعتبر أنا شايفها أنها فيزياء خفيفة ولذيذة جدا، ابتدت الوزارة تهتم بيها الأيام دي. ناخد بالنا ونهتم بفهم الكيرفز اللي موجودة في كل الظواهر اللي هنتكلم عنها. بإذن الله أوعدكم المحاضرات الجاية نكمل موضوعنا ونقدر نفهم رأي المودرن فيزيكس أكتر وأكتر، وبإذن الله المحاضرات الجاية هنوصف ظواهر أكتر. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم وأسعدتكم، أقول لكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.